أعزائي المشاهدين، في حلقة اليوم أستضيف الدكتور سامي شرف شهاب، وهو الباحث والأكاديمي أستاذ العمارة اليمنية القديمة المساعد. أهلا وسهلا بك دكتور سامي. يا أهلا وسهلا. مرحبا دكتور، وأنت الباحث في هذا المجال وفي إرثنا، إرث الحضارة والتاريخ. في البداية نسأل، ما حكاية المسند؟ أين بدأت وهل توقفت؟ ممكن تعيد السؤال مرة ثانية سمحت؟ عن مرحبا بك، تسمعني بشكل جيد الآن؟ أسمعك الآن، أوكي. نعم، أسأل عن حكاية المسند اليماني، أين بدأت وهل توقفت؟ بداية مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأشكر الأخ الأستاذ الدكتور محمد عيد الحاج الذي يعني له حضور لافت في كل المجالات، وهو من يضع اسم في هذه اللقاءات الثقافية. حكاية المسند هي حكاية طويلة، هي بحق حكاية تاريخ وحضارة اليمن، يعني تبدأ في فترات مغلة جدا في القدم، وهي رمز الحضارة اليمنية، ولا يمكن لها أن تنتهي لأنها تشكل هوية شعب وهوية أمة، وبالتالي هي رمز من الرموز القومية والرموز الوطنية التي نفخر ونفاخر بها في كل المحتفلات الدولية واللقاءات العلمية. نعم، أين بدأ يعني في التاريخ، في حقبه، صناعة المسند، اسمه، رسمه، بداياته، انطلاقاته، مراحله، محطاته، حسب ما كشفت عنها البحوث التاريخية والعمرانية في هنا وهناك، ما الحواضن لهذا الإرث الحضاري الممتد عبر آلاف السنين؟ حقيقة بيات يعني أبجدية المسند كأبجدية هي واحدة من أقدم الأبجديات في التاريخ، ولكن طبعا نحن لا نغالي ولا نبالغ بأن ندعي أنه نحن في اليمن كنا يعني السباقون وما إلى ذلك. طبعا الكشوف الأثرية والدراسات اللغوية التي قام بها مجموعة كبيرة من العلماء على مدار العقود والقرن الماضي يعني أثبتت كثير من الحقائق العلمية، وهذه الحقائق العلمية حتى الآن لا زالت تتجدد وتتغير بتجدد البحوث الأثرية والاستكشافات الجديدة، بمعنى أنه لا نستطيع أن نقف على قضية حاليا ونقول أن المسند بدأ في الفترة الفلانية أو بدأ في العقد الفلاني، كوننا لا زلنا في عمليات بحث وتنقيب مستمرة في اليمن، واليمن كما تعلم لا زالت الدراسات الأثرية فيه متواضعة قياسا بمناطق الشرق الأدنى القديم وخاصة مصر والعراق وبلاد الشام، وبالتالي كثير من المعلومات لا زالت بحاجة إلى بحث وتحري. لكن في المجمل يمكن القول أن خط المسند بدأ في مرحلة ما من الألف الثاني قبل الميلاد، وهو واحد من الأبجديات القديمة التي وخرت في منطقة الشرق الأدنى القديم. كان كثير من الباحثين حتى فترة قريبة يقولوا بأن المسند ربما يكون مشتق من الكتابة الفلانية الفينيقية أو غيره، لكن الدراسات الأخيرة والاكتشافات الأخيرة الأثرية الأخيرة خلصت إلى حقيقة أن المسند والفينيقية أو الأبجدية الفينيقية سارا في نفس الاتجاه بخطين متوازيين، ولا نعلم بالضبط ما هو الأصل المشترك لهاتين الأبجديتين، بمعنى أنهما اشتقا من أبجدية رئيسية، فلكن المسند إلى حد كبير كان أكثر حضورا لأن حروفه هي 29 حرف وهي أقرب ما تكون إلى اللغة العربية، بينما الفينيقي 22 حرف، وهذا لا يقلل لا من شأن المسند ولا يعني من شأن الفينيقي، والعكس بالعكس. لكن كما قلت لك مسار الزمن أو مسار التطور تشير الدراسات الأثرية ونتائج علماء اللغات أن هذين الخطين أو الأبجديتين اشتقتا من أصل واحد، أصل مشترك، لا زال البحث جاري حول هذا الأصل المشترك، وهذا طبعا مرهون بالاكتشافات الأثرية. وخط المسند أو اللغة اليمنية القديمة بشكل عام سارت بعد ذلك في مسار واضح، وتطورت عنه مجموعة من الخطوط التي تسمى بالخطوط العربية الجنوبية، ولعل من أهم هذه الخطوط التي اشتقت عن خط المسند ولا زال يعمل بها حتى وقتنا الحالي هو الخط الأثيوبي، الذي بعد ذلك أضيفت له بعض الحركات حتى يتماشى مع طبيعة الفونيتيك أو الصوتيات الموجودة عند الأحباش، لكن هو يعتبر وريث شرعي لخط المسند. أما مسألة تطوره وكيف تطور، طبعا يعني نحن الآن معلوم عندنا أن المسند وإن كانوا كثيرا من الباحثين حتى وقت قريب يقولوا أن القرن السابع قبل الميلاد هو البداية، لكن الاكتشافات الأثرية كما أسلفت بدأت تتكشف كثير من الحقائق، فعلى سبيل المثال من ريبون من يلا عندنا دلائل أثرية لخطوط أو لكتابات منضبطة على شقف الفخار وهكذا تعود إلى القرن الثاني عشر الثالث عشر قبل الميلاد، أي أننا نحن الآن تجاوزنا الألف الأول قبل الميلاد ودخلنا في الألفية الثانية، وهذا لا يعتبر أيضا
تاريخ مطلق وانما تاريخ نسبي، لان الكشف الاثري كما قلت لك في اليمن لا زال في مراحل مبكره، ونتوقع انه اذا ما استمرت الكشوفات الاثريه بطريقه علميه منهجيه تكون هناك كثير حقائق كثيره ستكشف كثير من الغموض، ونستطيع من خلالها ان نضع خارطه منضبطه لتطور خط المسند ومساراته. طبعا العلماء الذين قاموا واهتموا بدراسه اللغات اليمنيه القديمه والحضاره اليمنيه بشكل عام قاموا بدراسة المسند من الناحية الفنية، وقاموا أيضا بإخضاع هذا الخط لدراسات منهجة ونمطية، بحيث أنه استطاعوا أن يقولوا أن الخط اليمني القديم مر بثلاث مراحل، وذلك بناء على طريقة الكتابة. المرحلة المبكرة كانت فيه الحروف تأخذ الزوايا القائمة، ثم بعد ذلك المرحلة المتوسطة أخذت الزوايا الحادة، ثم في المرحلة المتأخرة اللي في قرون ما بعد الميلاد أو في عصر الدولة الحمرية بدأت الحروف تحفر بشكل ناشر على أرضيات منخفضة. ولعل الدكتور محمد الحاج هو خير من سيضيف معلومات في هذا الموضوع كونه متخصص في اللغة اليمنية القديمة. أقول إن خط المسند هو يمثل الذاكرة والهوية اليمنية، وذلك لأنه بحق يمثل تجسيد لما كان يعيشه الإنسان اليمني القديم، وينبئ بأن الإنسان اليمني القديم، وهذا ليس مبالغة، كان على مستوى عالي جدا من الثقافة. لذلك خط المسند بحروفه 29 وطريقة كتابه التذكارية يعني يعكس صورة حضارية رفيعة جدا، وهو يعتبر من أجمل الخطوط على مستوى العالم القديم، خط منضبط للغاية. ولذلك عندنا نمطين من الخط أو ثلاثة أنماط من جاز التعبير. النمط التذكاري أو الخط التذكاري هو ما يمكن أن نسميه بالخط الرسمي الذي كانت ترعاه الدولة، لذلك كان يكتب على الأحجار وينحت على المعدن، وقد يكتب أيضا ربما على معادن أخرى لم نكشف عنها بعد. والخط السريع أو الخط اليدوي وهو كان خط شعبي يكتب على العيدان الخشبية والذي أسمي بالزبور، ومؤخرا تبين أنه الخط المسند وخط الزبور لم يكن فقط ينحت على الأحجار أو يصب على المعادن، بل كان يكتب بالسبري على الأحجار وعلى أيضا لوحات الفريسكو أو القص. وهذا تطور مهم جدا في دراسة خط المسند، وأيضا تطور في طبيعة الكتابة، بمعنى أنه قد تكون عندنا سجلات ووثائق، ربما أقول إن المسند قد كتب على أوراق أو ما شابه ذلك، وإن كنا لا نملك دليل، لكن في ظل وجود شواهد تقول أن المسند كتب بالحبر على الأحجار والقص، فإذا الحبر كان حاضرا، وبالتالي أن هناك مواد خفيفة واستخدمت كمادة للكتابة كتب عليها بقلم المسند. إذا الخط الثاني كما أسلفت هو خط الزبور، وهو خط شعبي، وهذا الخط أيضا مهم جدا، وإن كانوا كثير من الباحثين افترضوا حتى وقت قريب أنه ظهر في مرحلة متأخرة، لكن حقيقة الكشوفات الأثرية الآن بدأت تقول أن الخطان تقريبا سارا في خط متوازي، وأن خط الزبور ليس بأحدث من الخط المسند، وإنما هو أيضا قديم قدم الخط المسند، ولكنه استخدم في المعاملات اليومية، وكشف نقوشه التي تزايد بعد يوم أيضا أعطتنا كثير من الحقائق العلمية عن طبيعة ونفس الحرف يعني والمعاملات اليومية ونفس الحرف في كلا الخطين. في كلا الخطين الفارق بينهما كما هو خط المطبعة والخط اليد، بمعنى أن رسم الخط يعني يختلف من شخص سريع لأحد. خط الرقعة وخط النسخ على سبيل المثال، الرقعة للاستعجال والنسخ للفن. لا يعني هو لكي تقرب الصورة، الخط التذكاري اللي نكتبه بالكمبيوتر والخط اليدوي اللي يكتبه الشخص بيده. نعم. بمعنى انه خط المسند كان خطا تذكاري ترعاه المؤسسات الحكومية وتشرف عليه مؤسسات الدولة الثقافية، لانه يوثق الاعمال التذكارية القليلة التي ارتبطت بتركيبة الدولة اليمنية. نعم دكتور، شخصية الدولة اليمنية. نعم دكتور، أنا سأعود إلى تفاصيل إضافية في هذا الموضوع كما ذكرت مع الدكتور الحاج. معك وأنت أستاذ العمارة، ما الذي يمكن استيحاؤه من هذا الخط ومن إرثه ومن اكتشافاته من صناعة، من تجارة، من حضارة، من تنمية في تلك يعني الكشوفات التي وصلتم إليها؟ ماذا لدينا من حقائق في هذا الجانب؟ يا أخي الحقائق كثيرة جدا، وطبعا حتى أعود للإجابة على سؤالك، يعني للأسف الشديد أنه كثير من نقوش المسند اكتشفت بطرق يعني قد لا تكون علمية سليمة، وذلك لأنه اليمن شهدت موجة من عمليات الجمع من الفترة التي قدم فيها المستكشفين الأوروبيين لجمع الخطوط المسند، لذلك جمعت مجموعة كبيرة جدا من النقوش بطريقة عشوائية غير علمية، وهذا أفقدنا مادة تاريخية، لأنه أيضا كما قلت لك وفقا للكتابة هؤلاء الناس أرخوا النقوش بتاريخ إلى حد ما متواضع، لكن عندما نكشف عن النقوش في الحفائر الأثرية أو في جيران العمائر، وهذه العمائر نكشف عنها بطريقة علمية منهجة، هنا يكون عندنا بعد زمني ونستطيع أن نضع هذه النقوش في مكانها الصحيح. طبعا النقوش أهميتها في كل المجالات سواء التجارة أو العمارة أو السياسة،
هي بمثابة الوثائق الرسمية التي كانت توثق لتلك الفترة، بمعنى أن الإنسان اليمني القديم وثق لكل الأعمال وخاصة الأعمال الجليلة. لذلك نحن نتكلم عن وجود مكتبة متكاملة في معبد أوام، تعد واحد من أقدم وأكبر المكتبات في منطقة شبه الجزيرة العربية على الأقل. حتى الآن إجمالي ما كشفنا عنه من النقوش في معبد أوام يزيد عن 600 إلى 700 نقش، وهذا عدد متواضع لأن الحفريات في هذا المعبد لا تزال في البداية، أي أنه لم يكشف من هذا المعبد إلا حوالي 10% إذا كنا يعني مبالغين، فلا تزال أشياء كثيرة جدا نجهلها. لذلك هذه النقوش وثقت على مستوى الساحة اليمنية لأعمال كثيرة، أعمال سياسية دلتنا على طبيعة العلاقات السياسية التي كانت ما بين الدول اليمنية فيما بينها البين. مؤخرا بدأت تظهر نقوش أيضا كما قلت في معبد أوام مناطق أخرى كشفت عن وجود علاقات سياسية ما بين الحضارة اليمنية وحضارات أخرى في شبه الجزيرة العربية وأطراف شبه الجزيرة العربية. الأمر الثالث، هناك نوع من النقوش الذي يتعلق بالجانب الفكري والعقائدي، لذلك وضعتنا في الصورة في طبيعة الطقوس وإن كانت أيضا تحتاج إلى كثير من الدراسات المتأنية. أيضا وضعتنا في مسألة اللي هي تأسيس للمباني التذكارية والمنشآت الحكومية. فالنقوش كما قلت لك هي لسان حال اليمني القديم، ومن خلالها نستطيع أن نستشف أو نرسم صورة واضحة عن طبيعة وصيرورة الحضارة اليمنية القديمة عبر تاريخها الطويل.